أنا والله أقول لإخوانا المشاهدين، خواتنا، أمهاتنا، زوجاتنا، المهم لا تشترون الخضرة والفواكه من الجمعية. تقول ليش أبو أحمد؟ أبيكم تروحون للصليبية. تقول إيش حقه؟ حسب التقرير اللي جاي صندوق الطماط الخشب بمئة فلس، وإذا شريت صندوق طماط تاخذ كرتون خيار ببلاش. إيش مالي أروح الجمعية؟ كل واحد يشغل سيارته هالأسبوع. تقول حق المدام إيش تبينا أجيب لك من الصليبية؟ تقول لك أبيك واحد اثنين ثلاثة أربعة، وتروح للصليبية تقط لك 20 دينار والسيارة متروسة بالخضرة تكفيك أسبوعين، 40 بالشهر. ولا كل يوم رايحين الجمعية 50 و60 و40، لا، ناخذ من شبرة الصليبية أرخص وأحسن وفيها هدية. شوف التقرير. اليوم على كم الطماط يا ابو؟ طماطم 100 فلس. الطماطم 100 فلس، والبطاط؟ والبطاط 5 دينار. يا بلاش، ومعاهم هدية الخيار. معاهم هدية الخيار، والفلفل البارد 10 دينار. إيه. اليوم كم التاريخ؟ 10 دينار. كم التاريخ اليوم شنو؟ التاريخ 4 اليوم. لا، اليوم 5. 5. إيه، اليوم 5. كله رخيص. يا بلاش، اليوم 5 شنو؟ بلاش. اليوم 5 شنو؟ 5-4. 5. خمسة. أنت مضيع الظاهر إنك شكل الأقامة من داية. اليوم 5-5. طماطم على 100، طماطم على 100، خيار على 100، كوسة على 100، جملة 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 جملة. خضرة يا قطع على ربع، بتنقل على ربع، أسود على ربع، ملفوف على ربع، كلها على ربع، طماطم على ربع، صندوق خشب 2 كيلو بربع دينار، طماطم على ربع على ربع على ربع. هذا يموت دينار ونص يا أخوي. كذي كسروا بسطات المهبولة. شو أخبار المهبولة؟ من زمان ما طلعنا لها ونشوف لحد الحين ولا شالهم. نرجع لهم الأسبوع الجاي، روحوا تبروا بصليبية أحسن. تقرير